يبدأ التدريب المخصص إلى لاعبي المنتخبات الوطنية لكافة الفئات. المجموعة الأولى في العمل في كوفرسيانو. 30 لاعباً حاضرون في CTF سيواجهون بعضهم البعض في تحدي صباح الأربعاء 21 من ديسمبر 2022. من بعد الظهر المجموعة الثانية ستكون على أرض الملعب، وسيحضر الجلسات منسق فرق الشباب الوطنية في السيدي ومدرب المنتخبات الوطنية للشباب. سيتم تخصيص الجلسة التدريبية الأولى من التدريب للاعبين المنتخبات الوطنية، والتي ستشمل 30 لاعباً في هذا الجزء الأول من الحدث، من بعد ظهر الغد وحتى صباح الخميس. من ناحية أخرى، سيلتقي لاعبو دور الدرجة الأولى الإيطالي وأولئك الذين يلعبون خارج إيطاليا في سنترو تكنيكو فيديرال. وسيكون 28 لاعباً من دور المبتدئين حاضرين في هذه المجموعة الأولى، بالإضافة إلى جيتانو بيو أوريستانيو من فولندام ولاديميرو فالكون حارس مرمى ليتشي الذي سيشارك في العمل على أرض الملعب طوال الأيام الثلاثة. سيكون التنسيق المخصص للمجموعتين هو نفسه، التدريب في فترة ما بعد الظهر من اليوم الأول من الحدث ومباراة ودية مع نفس المجموعة في صباح اليوم الثاني. سيدير العمل على أرض الملعب المدرب مانشيني بمساعدة طاقمه الفني، بينما في المدرجات يراقب التدريب المتبقي حتى 8 نهاية التدريب مدرب المنتخبات الوطنية للرجال من أقل من 15 عاماً إلى أقل من 21 عاماً، بالتحديد ماسي ميلانو فافو ودانييل زوراتو وبرناردو كورادي ودانييل فرانشيسكيني وألبرتو بوليني وكارمين نونزياتا وباولو نيكولاتو، إلى جانب منسق فرق الشباب الوطنية للشباب موريتسيو فيسيسيدي. ويوضح هذا الأهداف الرئيسية للتدريب، وهي الرغبة، من خلال مسار بدأه بالفعل الاتحاد الدولي لكرة القدم الموسم الماضي، لتسهيل الانتقال إلى الفريق الوطني الأول وتوسيع قاعدة اللاعبين الذين يمكن اختيارهم. والقائمة الأولية شملت اللاعبين في مجموعتين، المجموعة الأولى وتشمل لاعب الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي جيوسيب أمبروسينو لاعب نادي كومو، دانييل بولوكا لاعب نادي فروسينوني، نيكولاس بونفانتي لاعب نادي مودينا، ماتويو برونوري لاعب نادي باليرمو، ريكاردو كالافيوري لاعب نادي بازيليا، فابريزيو كاليغارا لاعب نادي أسكولي، سيموني كانسترالي لاعب نادي بيسا، إليا كابريل لاعب نادي بيرت، جيوسيب كاسو لاعب نادي فروسينوني، جيورجيو سيتاديني لاعب نادي مودينا، نيكولو كورادو لاعب نادي ترنانا، كريستيان دالمورا لاعب نادي سبال، جيكوبو دي اي ريفا لاعب نادي كومو، انريكو ديلبراتو لاعب نادي بارما، جوفاني فابيان لاعب نادي ريجينا، ولاديميرو فوكون لاعب نادي ليكس، ألدو فلورنزي لاعب نادي كوزينزا، باولو جوزي لاعب نادي كوزينزا، لوكا ليباني لاعب نادي جنوا، فينشينزو ميليكو لاعب نادي كالياري، لوكا مورو لاعب نادي فروسينوني، سامويل مولاتيري لاعب نادي فروسينوني، هانس نيكولوسي كافيليا لاعب النادي سوتيرول، إيتانو بيو أوريستانيو لاعب النادي بوليندام، سيموني بندا لاعب نادي مودينا، أندري بابيتي لاعب نادي بريشيا، نيكولو بيروزي لاعب نادي ريجينا، إدي سالتشيدو لاعب نادي بيري، ستيفانو توراتي لاعب نادي فروسينوني، ماركو فيرنير لاعب نادي سبال. المجموعة الثانية وتشمل اللاعبين في الدوري الإيطالي والمحترفين خارج إيطاليا. توماسو بالدانزي لاعب نادي إمبولي، إبراهيم كادير أريل بامبا لاعب نادي فيتوريا غويماريز، فيدريكو باشيروتو لاعب نادي ليكس، أليساندرو بيانكو لاعب نادي فيورنتينا، سامويل بيريندالي لاعب نادي مونزا، أليساندرو بونديورنو لاعب نادي تورينو، نيكولو كامبياغي لاعب نادي إمبولي، ماركو كارنيسيكي لاعب نادي كريمونز، سيزر كاسادي لاعب نادي تشيلسي، نيكولو كاسالي لاعب نادي لازيو،
فيبيو تشاروديا لاعب نادي وردر بريما، لورنزو كولومبو لاعب نادي ليكس، أندري كولباني لاعب نادي مونزا، ديجو كوبولا لاعب نادي فيرونا، لوكا داندري لاعب نادي ساسولو، ولاديميرو فوكون لاعب نادي ليكس، جياكومو فاتيكانتي لاعب نادي روما، جيكوبو فازيني لاعب نادي إمبولي، ماتويو غابيا لاعب نادي ميلان، أنطونينو جالو لاعب نادي ليكس، ماتويو لوفاتو لاعب نادي ساليرنيتانا، لورنزو لوكا لاعب نادي إياكس، توماسو مانسيني لاعب نادي يوفنتوس، فيليبو كاليكستمان لاعب نادي بروسيا دورتموند، ماتيا مانيني لاعب نادي روما، توماسو مارتينيلي لاعب نادي فيورنتينا، فيليبو ميسوري لاعب نادي روما، تشيرني دور لاعب نادي بنفيكا، لورنزو بيرولا لاعب نادي ساليرنيتانا، جياكومو كوالياتا لاعب نادي كريمونز، أنطونيو ريموندو لاعب نادي بولونيا، فيليبو رانوشيا لاعب نادي مونزا، فيليبو تيراكسيانو لاعب نادي هيلاس فيرونا، فرانكو تونديا لاعب النادي أودينز، إيمانويل فاليري لاعب النادي كريمونز، إيمانويل فيناتو لاعب النادي بولونيا، سامويل فيناتو لاعب النادي مونزا.